ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء ليوم الجمعة 23 سبتمبر أيلول 2022، قدامك كتير من الفرص الجديدة ممكن تأسس بيها اتجاهات جديدة في مكان شغلك. حتى لو كنت بتاخد أفكار زملائك بجدية أكتر، هتتمكن من إنك توصل لنتائج تعتبر خلاقة جدا في مقترحات كتيرة تعتبر مختلفة. اليوم ده تغيرات واردة في حياتك الخاصة، استقبل الأشخاص الجدد بترحاب أكتر، وهتلاحظ إمكانية فيها تطور للصداقات، وده هيضيف لي معارفك الحاليين. بالنسبة لك مهنيا، ظروفك فيها مساعدة جدا علشان تبرر بيها أفكار جديدة قدامك لكل أرباب شغلك، هتحاول تستفيد من الفرصة دي. بالنسبة لك عاطفيا، بيعدك الحظ بأفراح عاطفية كتيرة اللي هتخلي حياتك تدب فيها مرة تانية، زي ما بيحصل في انسجام وتناغم ووقوع في غرام من النظرة الأولى. بالنسبة لك صحيا، هتكون عرضة لأنك تصاب بالتهابات مفاجئة مش هتسبب ليك أي إزعاج، وتعالجها بسرعة. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، عطارد لا يزال يرجع للوراء، بينتقل مرة تانية لبرج العذراء، وده هيخليه لحد يوم 10 أكتوبر. على الرغم من انه تراجع عطارد هينتهي في 2 أكتوبر، هتميل فترة الزئبق العكسي لأنها ترسلنا للماضي علشان نحصل على كتير من المعلومات اللي بتعتبر مخفية. مع رجوع عطارد في الفترة دي في برج العذراء، ممكن نبقى بنبص للقرارات اللي عندنا والأفكار اللي بتبقى سابقة من منظور جديد، وممكن يبقى مستنير اكتر. علشان كده هنكون بنحلل وننقد بشكل خاص، ممكن نتجاوز كل ده، هنبين اننا نرجع نفسنا لمشاريع سابقة ونسقلها بشكل كبير، هنعدلها. ممكن نشعر باننا عالقين في الماضي حتى لو كنا بنعيد ده باستمرار، مش هنشعر بالرضا عن النتائج. ممكن تكون بتفيدنا في الأفكار اللي فاتت، هنعيد تدويرها بطريقة جديدة. الوقت مناسب علشان تراجع بيها كل الأعمال الحديثة اللي احنا كنا دايما بننشغل بيها بشكل كبير، لحد ما يدخل القمر برج العذراء في وقت مبكر من اليوم ده علشان نصحح بيه عاداتنا الروتينية.